أحمد حسين في بعبدة، هل هناك أي مؤشرات على نشاط عسكري مستمر في الضاحية الجنوبية لبيروت؟ هنا نتحدث عن الطيران الحربي الإسرائيلي، وكان هناك أيضا تصريح لوزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن أن المبادرة الفرنسية لوقف إطلاق النار ما تزال قائمة. هنا نسأل إن كان هناك أي تنسيق بين الأطراف الدولية والجانب اللبناني فيما يتعلق بهذا المسار. نعم سهام، فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال، نحن الآن في فترة الهدوء الحذر اليومية، وهي عادة لا تحدث فيها غارات إسرائيلية. آخر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وقعت قبل نحو ساعتين تقريبا في منطقة المريجي، تحديدا في تحويطة الغدير، وهي نقطة قريبة أو نستطيع أن نصفها بأنها شديدة القرب من مطار رفيق الحريري الدولي. إجمالا الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لهذا اليوم كانت غارتان منذ الصباح الباكر، بعد ليلة من الغارات وصلت إلى أكثر من 8 غارات إسرائيلية ليلة أمس على عدة مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية، كان أبرزها برج البراجنة ومنطقة السنتريز وحارة حريك وأيضا الليلكي. هذه الغارات المستمرة عادة ما تبدأ مع دخول ساعات الليل الأخيرة بشكل يومي كما حدث خلال الأيام الماضية. أريد أن أشير إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع نعم عدد الشهداء جراء الغارتين نعم اللتين استهدفتا بلدتي الإماطية بقضاء علية وأيضا بلدة كيفون إلى 15 شهيدا من بينهم 4 أطفال، وبذلك يصبح إجمالي عدد الشهداء فقط في ليلة الأمس 22 شهيدا في مختلف المدن والقرى والبلدات اللبنانية. سريعا سهام، فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال المرتبط بمبادرة وقف إطلاق النار، العاصمة بيروت تشهد حراكا سياسيا سواء ما بين مختلف الجهات اللبنانية، رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب وأيضا قائد الجيش ومختلف رؤساء الأحزاب السياسية من جهة، وأيضا على مستوى الزيارات الدولية. اليوم وزير الخارجية الأردني تواجد في العاصمة بيروت وأجرى لقاءات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون، ترتبط أساسا بمبادرة وقف إطلاق النار وأيضا دعم الأردن للطلب اللبناني وأيضا المبادرة اللبنانية المرتبطة بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي 1701. أحمد حسين من بعبدة، شكرا جزيلا لك.